أجواء في كينشاسا كانت صعيبة بزاف، ولكن الحمد لله بتجربة ديال الدراري الكبار والخبرة ديالهم حاولنا نتفاداو المصاعب ونتكونسونطراو على الماتش. دخلنا الماتش سجلنا هدف اللي عطانا فرصة كبيرة باش ناخذوا هذا اللقب، والحمد لله ما خيبناش الجمهور الرجاوي والشعب المغربي. ملي كيكون فريق عالمي وكتكون عنده مكونات عالمية ما يمكنش يشك في راسه، عرفنا غادي ناخذوا لاكوب لحقاش كانوا رجال وتقاتلنا عليها وجبناها.